بالرغم من الظرف الاقتصادي والمالي العالمي والمحلي الذي أملته لا سيما جائحة كورونا 19، فإن الدولة الجزائرية لم تتوجه لا إلى الطبع نقود كما سبق وأن سمعنا هذا على مستوى بعض المداخلات، ولم تتوجه إلى الاستدانة الخارجية ولن تفعل، بل توجهت إلى ترشيد النفقات والتحكم فيها وتنظيم الواردات بعيداً عن البذخ والفساد الذي كانت تعرف عمليات الاستيراد في وقت سابق، حيث بلغت على سبيل المثال فاتورة الاستيراد في 2014 أكثر من 64 مليار دولار، بينما سوف تبلغ هذه الفاتورة في آخر 2021 ما مقداره 30.4 مليار دولار.